في ليبيا استمر مسلحون بحصار مقار حكومية في العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط الحكومة، وكان البرلمان الليبي قد أقر قانون العزل السياسي الذي يمنع المسؤولين الذين شغلوا مناصب عليا إبان حكم القذافي من تولي مناصب رفيعة المستوى في مؤسسات البلاد. هذا القانون يطبق من 1/9/69 إلى 23/10/2011، يسري على جميع الوقائع وجميع الفترة الزمنية التي يحكمها هو من 1/9/69 إلى 23/10/2011، ويستهدف عزل بعض الأشخاص لأنهم تولوا وظائف عامة سواء أساءوا أو أحسنوا في إدارتها.